لا 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 لا، هو الكبير كبير، الكبير كبير والعميد عميد. بص شوف احمد حسن، يا سلام ابو حميد، القلب القلب، ايد ورجل في الثمانية يا حبيبي يا ابو حميد. لا لا لا، الثمانيات مع الكابتن احمد حسن في الثمانيات على انرجي 92.1، المزيكا لعبتها. الاعلامي والمرشح بقى لرئاسه اتحاد الكره المحتمل القادم كابتن احمد شوبير. كابتن احمد شوبير. كابتن احمد مساء الفل، ازاي صحتك؟ تحياتي ليك يا كابتن، وتحيات كل المستمعين ليك، وانت صوتك مش محتاج يعني، كل الناس خلاص عرفت يعني، من غير ما اقدمك ومن غير ما اقول اي حاجه. كابتن ربنا يخليك. يا كابتن احمد ربنا يخليك يا رب، ربنا يبارك في حضرتك. كابتن ايه الاخبار، وطمنا كده ورايك في الازمه اللي موجوده دلوقتي بالنسبه لاتحاد الكوره، واعلان الوزير للاتحاد مطالبه باجراء انتخابات قبل 30 نوفمبر القادم، وشفنا في سخط من الاعضاء ان يعني ان هم لا والكلام ده ما يصحش، وان احنا يعني حققنا انجاز واحنا الحق ان احنا نكمل بالشكل ده. طيب الحقيقه انا مش شايف اي مبرر للثوره اللي موجوده من بعض الاخوه الاعضاء الزملاء في مجلس اداره اتحاد كره القدم المصري. هم اخطاؤوا، هم ما عملوش لائحه، كان لازم يعملوا لائحه ثم يدعوا الى عقد جمعيه عموميه خاصه لاقرار اللائحه، وبناء عليها كان معظمهم يتقالوا الحق نزول الانتخابات مره تانية. لكن عدم عمل لائحه وعدم الدعوه لعقد جمعيه عموميه تخص هو هيعمل القديمه، يفتح تبقى للائحه الاستشهاديه ويجري الانتخابات تبقى للائحه اللي بتنص على استبعاد عدد من اعضاء المجلس عشان يبقى لهم حق الترشح في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة. طب هم ليه يا كابتن مدعوش، يعني مدعوش ليه للائحة الاستشهادية؟ لأنه هو كان بيراهن انه هو قصته قصة تانية، وانه القانون لا يطبق عليه، وان اللوائح لا تطبق عليه، وانه ليه اللائحة خاصة، وانه على هذا الاساس اجرى انتخابات، وبالتالي اي حد يضرب دماغه في الحيط ما حدش يقدر يمشي القانون. انا عايز اسمع منك رقم اتنين، وده هيكون سؤالي التاني، لاني رقم اتنين طبعا انت كنت عايز تقول لنا حاجه تانية يا كابتن، وبعد كده هيكون في سؤال التاني اللي هو ان فعلا اتحاد الكوره دلوقتي بيستقوى او بيقول ان انا ماليش علاقه بالكلام ده، انا تابع الاتحاد الدولي، وطبعا هيكون في شكوى للاتحاد الدولي. فوجهه نظرك برضو، مين اللي هيكسب الجوله في الاخر؟ مفيش جولة ومفيش معركة أصلا يا أحمد، القصة كلها إن أنت عملت قانون طبقا للوائح والمواثيق الأولمبية، واللجنة الأولمبية الدولية أرسلت لك خطاب شكر، ورئيس اللجنة الأولمبية بينتظر إن شاء الله إمتى الوقت عشان يتقدم بالشكر للرئيس السيسي على هذا القانون العظيم اللي اللجنة الأولمبية قالت إنه جه متوافق تماما مع الميثاق الأولمبي، وبالتالي أنت لم تخالف الميثاق الأولمبي، وبالتالي أنت أجريت انتخابات الاتحادات والأندية كلها طبقا لهذه البنود أو لهذا القانون، فما فيش أي نوع من أنواع المخالفة ولا للرايح ولا للفيفا ولا للميثاق ولا أي حاجة خالص. يعني يا كابتن لو هم توجهوا للاتحاد الدولي هنا ما يعتبرش تدخل؟ لا بص، هو أصل قصة إن أنت تروح الاتحاد الدولي بقى في كل صغيرة وكبيرة مش مقبول وعيب الشكل ده، اعتقد ان ده امر تماما تماما محسوم وبعيد، ولا يجرؤ احد من روح الاتحاد الدولي عشان يتسبب في اي حرج ما بقولش ايقاف، اي حرج لمصر وانت على اعتاب كاس العالم. دي نقطه مهمه، لكن احنا هنصورها انها معركه وانها مشكله. اذا كانت المعركه فيها انا مش هنزل لك انتخابات، مش بسيطه خالص يعني. قصه بلد مش قصه اشخاص يا ابو حميد، قصه ان انت تطبق قانون. احنا يا سيدي نزكيكوا في الانتخابات ما عندناش مشكله، لكن لا تخالف القانون لا من قريب ولا من بعيد. يعني انت يمكن خدت الكلام ده مني وانا كنت ممكن اقوله النهارده في برنامج، يعني عيب هذا الكلام. لكن ارجع اقول ان كل واحد له حق مشروع في الترشح للانتخابات وانا على راسهم، الا ان مخالفه القانون ده اعتقد امر لا يصب في صالح اتحاد الكره المصري. احنا مش في معركه، احنا مش في خناقه، احنا يعني ما اعرفش هم عاملينها مشكله ليه وعاملينها قضيه ليه، والامر ابسط بكتير من كده. افتح الانتخابات، انت راجل ضامن نفسك وضامن وجودك، خلاص الاخوه اللي ما لهمش حق الترشح خلاص ما بقوش موجودين، رشحنا نفسهم في الدوره اللي جايه، والدوره دي هتبقى بعد الدوره. هي دي يا كابتن، هي دي بقى الازمه والنقطه اللي طبعا في اربعه، ان هم ودي المشكله الكبيره، ان في اربعه طبعا من الاعضاء لا ينطبق عليهم طبعا الترشح في لو تم في تفعيل الانتخابات، زي ما قال طبعا وزير الشباب والرياضه اللي هو سيف زاهي، خالد لطيف، واحمد مجاهد، وعصام عبد الفتاح. طبعا مش هيكون ليهم حق الترشح فيه،
الانتخاب. احمد لحظه واحده، انا كنت نائب رئيس اتحاد كوره وانت حضرتك كنت كابتن منتخب مصر. مزبوط. في هذا التوقيت. مزبوط. وخرجت انا من اتحاد الكوره ما اعرفش 2008 او 2000 ولا 2009، بقالي 9 سنين خارج من اتحاد الكوره طبقا لبند الثمان سنوات، وخرجت. مزبوط. حتى قبل مدتي بحوالي 8 شهور لما سمير زاهر حب يأثر فترة الانتخابات قلت له وماله، مفيش أدنى مشكلة، كنا كسبانين بطولة الأمم الإفريقية مرتين وكنا قريبين من التأهل لكأس العالم. قصة إنك تخرج برا الاتحاد تبقى جوه الاتحاد، إحنا مش عايزين على الاتحاد ولا نجوميتنا ولا أسماءنا ولا شغلنا ولا أكشن اتحاد الكرة، ده عمل تطوعي. إذا كنا موجودين بسهلا موجود وهي مليون سهلا، ما أنا بقول داخل معلومية ما زالت شعبتي كما هي بالذات الحمد لله والشكر لله. اللي واثق في نفسه يرتاح شوية ويرجع يخش في انتخابات مرة تانية ما عندوش مشكلة خالص يعني، لكن ده لا منصب احنا بنتكسب منه ولا منصب احنا بنتعين فيه، ده باختيار جمعية عمومية، ده باختيار اعضاء ورؤساء اتحاد رؤساء اندية ورؤساء مجالس ادارات واعضاء مجالس ادارات. طيب الحقيقة هذه الثورة العارمة انا العظيم مندهش ومذهول، واجتماعات وبيانات وشكل على هيك مش محتاجة خالص. العملية أبسط بكتير جدا مما الناس تخيل، كل ما في الأمر بس إن أنا أديت واجب الإعلامي وعملت شغل هم كانت القصة معايا كانت عاملة إزاي الفترة، فأتمنى يصلوا أصدقاء وإخوات أكيد. وأتمنى يعني إن هم أول من يبادروا إلى فتح باب الترشح وإلى فتح باب الانتخابات والناس كلها تستطيع أن تصل إلى تفاهمات بما في صالح البلد يعني. طيب كابتن يعني انا معاك، ولكن انا كان عندي بس يعني تعقيب، ومش يعني مش حابب طبعا لان طبعا هم كلهم ناس اصدقاء لي وكده، ان انت بتقول احنا تطوعي ولم نستفيد منه ولم نستفيد من هذا المجال التطوعي، انا مش معاك في الكلام ده طبعا، انما وانت طبعا اكيد قدر. انا بكلمك كراجل عضو مجلس اداره وراجل بكلمك كنائب رئيس مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم. لا ما كنت انا كنت بدفع من جيبي، كنت بغرم من جيبي، بغرم وقت، بغرم جهد، بغرم صحه، بغرم مال، فما بستفيدش خالص. لنا جمعيه نجمه لها بما يكفي يعني. لا فانا بقول لك اللي انا جربته سواء كعضو مجلس الشعب او كراجل مسؤول عن الكره في مصر. موقف الكابتن احمد شوبيه من ترشحه في الانتخابات القادمه وشايف موقفك هيكون ازاي، لان طبعا انت قدامك اكيد مرشح قوي وهو المهندس هاني ابو ايده، وانا عارف ان هو يعني من اكثر الاصدقاء ليك. الصداقة لا تمنع المنافسة، أكيد أكيد نكون أمنا يعني أكيد. وأنا بريد أنا بحبه وبحترمه وبقدره جدا جدا، لكن الصداقة لا تمنع المنافسة. وأنا الحقيقة بيجي لي يعني تليفونات واتصالات من عدد كبير جدا من أعضاء الجمعية العمومية، هي اللي بتطالبني بالترشح لرئاسة اتحاد الكرة. ده أمر بيسعدني، أنا بقول لك أنا راجل بقترب من 9 سنوات خارج مبنى الجبلية، من ساعة ما خرجت ما دخلتش إلا واحدة أو مرتين لأسباب يعني كانت إعلامية ملهاش علاقة لا من قريب ولا من، فدخولي على رئاسة اتحاد الكرة ده حق مشروع ليا وللجميع. ولكن وخلي بالك بس من كلمة ولكن، أي حاجة فيها نوع من أنواع الضرر للبلد أنا لا يمكن أن أخدم عليها على الإطلاق. أيوة على طب الإطلاق. طب إيه من قريب ولا من بعيد. إيه الضرر يا كابتن بما أني يعني أنت لو أنت هتترشح لرئاسة اتحاد الكرة إيه الضرر في كده؟ يعني إذا كان هيبقى فيه حد هيهدد باللجوء لل الاتحاد الدولي، حد هيهدد باللجوء اللي مش عارف ليه، هكون أول الناس اللي يعني بقول لأ، لأنه مصلحة البلد هي الأهم ومصلحة الكرة في مصر هي الأهم. ده أمر بالنسبة لي محسوم بنسبة 100% أو 1000%، لكن لو الأمور ماشية طبيعية وعادية طبعا أنا مرشح لرئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم. وعايز أقول لك لا أزيع السر يعني أن أنا قيمتي جاهزة بالكامل باستثناء اسمين فقط لا غير، يعني جاري تسكنهم. طب يعني يعني بما ان انت بقى طالع على البرنامج بتاعك وعندك انفرادات، ما تدينا انفراد طيب بالقائمة كده او جزء من القائمة. اللي كنت هقوله في البرنامج عندي انه يا جماعة بيحل بيه صالح البلد يعني الاول. انا متاكد من ده يا كابتن، بس الانفراد انا بقول لك ان انا جد جدا في الترشح لرئاسه الاتحاد المصري. طب ادينا اسمين وبعد كده نبدا ناخد منك التالت. طب ادي لك اسم اثنين زكريا ناصف وايمن يونس. كابتن زكريا ناصف وكابتن ايمن يونس دول نعم. دول اسمين من ضمن القائمه اللي موجوده. نعم. انت نعم. كل القائمه نعم. بتاعتك جاهزه باستثناء فاضل اسمين لسه ما استخرجتش عليهم كابتن يعني. طيب يعني انا مش حابب اخدك طبعا في بقيه الانتخابات الثانيه بقيه للانديه، وان كنت انت طبعا حابب تتكلم فيها طبعا انا ليك كامل الحريه، ولكن خليني اخدك لمباراه الاهلي والنجم الساحلي، وانت شايفها ازاي المباراه دي بالنسبه للنادي الاهلي؟ بص
بص مباراه جدا يعني الاهلي بامر الله تاهل لكن هيكون بصعوبه غريبه. نجم الساحلي ليس بالمنافس السهل على الاطلاق. مظبوط. انا خايف من المباراه. الملعب الضيق بتاع النجم الساحلي بيخليه بيفيد الدفاع بشكل جيد. استهلاك الوقت تقدمهم برضو بهدف شويه بيخلي اعصابنا احنا مشدوده انه هنهاجم بشده وهم عندهم بيجيدوا جدا الهجمات المرتده. ماشيين بشكل كويس في الدوري التونسي. اللاعب المهاجم الافريقي اللي كان موقوف رجع تاني. حارسهم المسلوسي عالي يعني اعلى في حارس مرمى الترجي اللي احنا استفدنا منه جدا في مباراه العوده وقدرنا ان احنا نسجل هدفين في شباكه. كل دي امور تدعوني للقلق لكن في النهايه بشعر يعني ان الاهلي باذن الله قادر انه يساعدنا وتكمل افراح الكره المصريه وصعود المباراه النهائيه باذن الله. حابب يا كابتن تتكلم على اي انتخابات بالنسبه للنادي الاهلي او الزمالك؟ لا كده كده تمام تمام التمام يا ابو حميد. انا بشكرك يا كابتن احمد شكرا جزيلا وسعدت جدا بالمداخله معاك. ربنا يخليك كابتن احمد شوبيه. طبعا كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي والاعلامي الكبير كابتن احمد شوبيه كل الشكر ليه طبعا. ويمكن اتكلم واكد ان هو يعني هيخوض انتخابات الاتحاد الكوي على رئاسة في منافسة. اعتقد لو تمت الانتخابات هيكون منافسة شرسة بالنسبة طبعا اكيد الاسمين اسمين كبار وليهم طبعا علاقات قوية بكل الاندية.